اخر المستجدات بقى، عايزين نعرف المستجدات الجديد ايه. ان شاء الله الالبوم هينزل باذن الله ليله راس السنه وبس، ومن بعدها بقى بحاول اسعى في حاجه لل 12 اغنيه الالبوم. اتعاملت مع تامر حسين ومحمد يحيى وماديه نوح عبد السلام ومحمد عاطف الحلو، والهيب بتاعت الالبوم او اسم الالبوم يعني هي شايفه احلى، دي اغنيه من لحني الالبوم. في كده وفي كده طبعا يعني زي الطبيعي يعني، لكن لا والله بص حاولت شويه اخرج عن الناس تبقى شايفه دايما ان انا بغني. هو يمكن كل واحد ليه لونه يعني، ما حدش يقدر يختلف ان حد بيبقى مميز في حاجه معينه، بس انا منوع الحمد لله في الـ في الـ في الالبوم. بس هي الهيد عامه شايفه احلى، دي لحني وكلام محمد الشناوي وتوزيع محمد شفيق. يا رب تعجب الناس ويا رب الالبوم كله يعجب الناس. اقول يعني كل الشعب المصري يا رب يكون السنه دي تبقى سعيده على مصر عموما وعلى الوطن العربي، ويا رب كلنا نكون مبسوطين. يا رب بالنسبه لي الالبوم اللي انا عامله ده يكون اضافه ليا في 2020، والناس كلها السلبيات بتاعتها ترميها ورا ظهرها في 2019 وتبدا في 2020 ان شاء الله حاجه كويسه. لو قلت لك قول لي اسم اغنيه 2019 واسم اغنيه 2020 تبقى ايه؟ بمعنى يعني اخص يعني حاجه على 2019 مش هنغني، مش هنغني، خلاص كده صعب مش عارف يعني حاجه تليق على 2019 قصدك؟ لا مش عارف ايه اللي ممكن يليق على 2019، مش عارف. ميت وش تامر حسني ممكن، ميت وش. لا عشان لسه مش عارفين بقى، ماشي نديها اسم كده نتمنى. السلام امانه اغنيتي بقى في الالبوم ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا ليك.